بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تجعل هذا اللقاء خالص لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حقا لنفوسنا فتولاه عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. السادة الحضور جميعا، صديقي العزيز أيدي، دكتور إسماعيل، دكتور رفيق الإسلام، دكتور إسماعيل، أستاذ خضر صالح، السادة الحضور جميعا، دكتور علاء، ازيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله. ونرحب بكم في العاصمة، عاصمة المسلمين في استراليا، في لاكيمبا. الحقيقة أنا يعني كتبت كلمة، ودايما الأوراق تحدني ولا تجعلني أنطلق، فالأوراق بالنسبة لي قيد وصيد، قيد يقيدني وصيد يصطادني. لكن أنا أتحدث حقيقة، سأتحدث عن المشروع، مشروع الدعوة. وأنا أحب أن أذكر الإخوة في كلمتي القصيرة بمصطلحين اثنين بيتكونوا من كلمتين: الوعي والسعي. ما معنى الوعي والسعي؟ الوعي بلا سعي يشكل من مجموعة من الأفكار الجميلة يعيش بها الإنسان في خياله، تشبه ما يسمى بالوهم المريح، لكنها لا تتحقق في الواقع. السعي بلا وعي يشكل عشوائية لا تعرف من أين تبدأ ولا تعرف إلى أين تنتهي ولا متى تنتهي. عندما يكون المشروع دعويا فهذا يعني أنه مشروع إنساني بامتياز. لأنه في فلسفته وغاياته الأولى يستهدف خدمة الإنسان، ويقدم للبشر ما يحتاجون إليه في أهم احتياجاتهم. إذا كان المشروع دعويا فهو يحمي هويتهم من الضياع والمحو، ويحمي عقولهم من الخرافة، ويحمي قلوبهم من الإثم. هذا فيما يتصل بالأهداف الحيوية للمشروع الدعوي الذي نجتمع الآن بخصوصه. أتصور مجموعة من المبادئ يجب في نظري أن تكون في مقدمة الاهتمامات، وأن يكون لها الأولوية المطلقة في رؤية المخططين لأي مشروع دعوي، وأستأذنكم أن ألخصها في الآتي. رقم واحد: غايات أي مشروع دعوي: دوام الصلة بالقرآن الكريم لغة وثقافة، التفوق العلمي في أي مجال من مجالات العلوم. رقم اثنين: رقم ثلاثة: الأداء الحضاري المتميز للإنسان المسلم دقة وبراعة وإبداعا. أربعة:
الالتزام بقيم وأخلاق الإسلام في التعامل مع غير المسلمين أدباً وذوقاً وسماحة وصبراً. والأخلاق أيها الإخوة لغة عالمية يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى ترجمة. نمرة 5، تقديم الخدمة لمن يحتاج إليها بصرف النظر عن دينه أو جنسه، لأن المسلم ينظر إلى الآخرين باعتبارهم خلق الله وعياله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. تلك هي الأهداف الحيوية للمشروع الدعوي. عندما نتصور أي مشروع ناجح لا بد أن نتذكر أن هذا المشروع خضع قبل نجاحه لمجموعة من العوامل في مقدمتها: أولاً، الشعور بالحاجة لهذا المشروع. ثانياً، لماذا أختار هذا المشروع دون غيره من المشروعات؟ ثالثاً، إمكانية القيام به والقدرة على تنفيذه. رابعاً، اختيار أنسب الأماكن لموقعه. خامساً، دقة اختيار أقدر الجهات على تنفيذه وأكثر الأشخاص كفاءة على إدارته. هذه العناصر الخمسة تمثل في الفكر السليم ما يسمى بقضية الوعي. أما السعي فهو انتقال هذه العناصر من مجرد الفكر لأن تتحول إلى واقع في عالم الناس ويبدأ التنفيذ. أيها الإخوة، الحذر في أي مشروع، أي مشروع دعوة، الحذر فيه أن يتولى أمره أناس ليس لديهم صدق النية ولا طهارة اليد ولا شرف الغاية ولا سمو المقصود. وكم من مشروعات كانت دقيقة في التخطيط ودقيقة في التنفيذ ولكنها باءت بالفشل لأن القائمين عليها ليس لهم هذه الصفات. ومن ثم فقد جرت عليهم سنة الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شرط أخير أركز عليه وأظنه بفضل الله يتحقق في هذا المشروع وفي القائمين عليه، وهو أنه من حق الحياة علينا أن نؤمن بالاستقامة قبل أن نبدأ العمل، فلا خير في جهد زاملته الخطايا. الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، أحسن وأظن وبعض الظن حق أن هذه الشروط المكتملة توفرت في هذا المشروع الذي رأينا نموذجاً لأهدافه السامية ومقاصده الكبيرة ونفعه العام وتفاعله مع المجتمع الأسترالي ككل دون تمييز بين جنس وجنس. أشكركم على هذه الدعوة وأشد على أيديكم وأبارك جهودكم وأدعو الله أن يرزقكم السداد والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The duality of awareness and striving. All praises is due to Allah, sustainer of the worlds. May prayers and peace be upon the most noble of messengers. I'd like to thank you for this esteemed invitation and express my joy in being amongst you this morning. Today, I'd like to focus my speech on the secret elements in every action.
This is indeed the terminology of awareness and striving. Awareness without striving might produce wonderful ideas, but this is closer to daydreaming. All it does is relax a person, allowing him or her to live in an imaginary land. Striving without awareness produces chaotic action. One knows where they begin, but ignorant of the goal. If the project is a Dawa project, this means that is a humanitarian effort. This is because it is helping people in their most important matters, preserving their identity from loss and dilution. It also protects their minds from ill thinking and their hearts from sin. This is with regard to objectives of our Dawa. There are also certain principles that should take priority. They should be at the forefront of Dawa planners. Allow me to summarize them as follows. A continuous connection with the Holy Quran, both in understanding its meanings as well as its applications. Advancing academically in any area of expertise. Functioning as a great Muslim citizen, applying oneself with talent and skill, abiding by noble moral character in all dealings with others, with adequate delight, pardon, and patience, and patient perseverance. Good character is a universal language, known to all people, not needing any translation. Offering service to those in need, whoever they might be. It doesn't matter what their religion is, because the Muslim looks to all people as the creatures of Allah, dependent upon Him. The most beloved of people to Allah is the most beneficial to His dependents. These are some of the objectives to any real Dawa project. Whenever we consider a successful project, we must realize that this project succumbed to certain principles first. Realizing the need for such a project, why should we choose this project over others? Consider the capacity to execute the project. Choose the best place to undertake the project. Choose the most appropriate people to assist and the most capable in managing the project. These five elements make up proper awareness in our Dawa work. As for striving, it is moving these elements from thought to reality. How many projects have had great planning with highly capable people, but those who oversaw the project were immoral people without sincerity, and so the result was a failure. This is because the universal law was applied. Allah does not rectify the work of the evil spreaders. For this reason, Imam al-Bukhari wrote a chapter entitled Knowledge Before Speech and Action. A sixth condition is sincerity in intention and purity of hand. There must also exist in these practical Dawa projects a consideration that there is no conflict with the efforts of others. This is because one of the rights upon us is to believe in the steadfastness before commencing work. Therefore, there is no good in an effort that is mixed with wrongdoing. Respected brethren, I pray for your success in all your efforts. Once again, thank you for the invitation to be your guest speaker today. May the peace and blessings of Allah be with you. Dr. Ibrahim, Abu Mohamad, Grand Mufti of Australia.